السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى الدرس اللي داز أوكي ديال كيفاش أوكي كيفاش غادي نقدموا يعني التحية فقط، كما شفتوا شفنا الصيغ ديال يعني هاي هالو جود مورنينغ جود افترنون. أتمنى تكون استفدتوا من ذاك الدرس. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا أورايت. اليوم غادي نتحدثوا على كيفاش غادي نسولو على الحالة، اوكي كيف الحال كيف اوكي، وغادي نشوفو بعض الاشياء اللي مهمة جدا. alright اذا اليوم الدرس ديالنا ان شاء الله غادي يكون هو how to say okay how are you differently. يعني كنا كنعرفو فاش كنبغيو نسولو على شي واحد كيفاش داير الصحة ديالو كيفاش بخير ولا اوكي كنقولو how are you. alright في اللغة الإنجليزية how are you يعني عادية في الحقيقة، أوكي بالنسبة للناس الناطقين باللغة الإنجليزية يعني ما كيستعملوش هذا how are you. أوكي how are you يعني أوكي كيف الحال، أي مبتدئ كيعرف how are you، ولكن كاين طرق واحدة أخرى اللي كيستعملوها أوكي كتكون بدائل لهذا how are you وكتعبر على يعني يعني كيف الحال كيف الصحة كيف. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا هاد المسائل هادي. alright يعني في اي وضعيه ديال التواصل اوكي يعني كن اوكي كنحيو شخص اوكي كنسولو على يعني على الصحه ديالو على الحاله ديالو. alright اي واحد اوكي اي واحد فينا اي واحد تعلم اللغه الانجليزيه alright يعني كيعرف how are you اوكي how are you how are you يعني كيف كيف الحال. alright native speakers alright يعني ذاك المتحدثين اللي عندهم اللغة الإنجليزية هي اللغة الأم اوكي غالبا ما كيستعملوش how are you. alright كاين صيغ أخرى اوكي، إذا هذه هي الصيغة البسيطة اللي كيستعملها اوكي أي مبتدأ هي how are you how are you how are you how are you sir how are you madam اوكي كيف حالك كيف حالك اوكي. نقدروا نقولوا how are you today How are you today? How are you today? How are you today? كيف حالك اليوم؟ اليوم يعني today. كيف حالك اليوم؟ Okay. بحال how are you تقريبا. Okay. يعني تقريبا متشابهين. نفسها تقريبا. How are you today؟ يعني كيف حالك اليوم؟ How are you doing? How are you doing? How are you doing? Okay. يعني كيف؟ كيف هي الأحوال؟ كيف حالك؟ Okay. ولكن كما كتلاحظوا الصيغ غادي يبداو يتبدلوا اوكي how are you doing how are you doing يعني كيف هي الاحوال كيف حالك اوكي عوض ما تقول how are you قول how are you doing alright نقدروا نقولوا what's going on اوكي هنا فاش كتتكلم مع شي شخص كتعرفو اوكي alright كتسولو على الحال ديالو كيف امور حياتك اوكي واتس جوين اون واتس جوين اون. دابا غادي نشوفو يعني شخص مده تقريبا ما شفناه اوكي somebody we haven't seen for a while اوكي اللي بورها من الزمان شي واحد يلا اوكي اخبر علينا شي شويه اوكي شنو تقول له هاو هاف يو بين هاو هاف يو بين هاو هاف يو بين هاو هاف يو بين هاو هاف يو بين. نقدروا نقولوا how is your day going how is your day going يعني كيف هو يومك كي داير اوكي هي اليوم ديالك اوكي زعما كيف حالك اوكي كي داير الامور عندك how is your day going how is your day going عاودوا اسئله how is your day going how is your day going. ايضا نقدروا نقولوا how's it going how's it going How, how's, how, how's, how's it going? Alright, عاود سهلة. How's it going? Hey, how's it going? كتعني لنا يعني كيف الأمور كيف تجري الأمور أوكي يعني كيف الحال alright كلهم عندهم تقريبا نفس alright يعني كما قلت لكم يعني الناطقين الأصليين باللغة الإنجليزية يعني كيفضلوا بحال التعابير هادو على how are you okay how's it going كيف في العقل ديالو يعني It's much better than how are you يعني عنده أحسن ويسمع how are you كذاك how are you كتجي بحال كي بغينا نقولوا ولا ساذجة ولا شي حاجة بحال هكا أوكي
Okay, how are you? She has a okay, ham dashi shuri, okay, as it were. So how it's time though? Okay, how's this going? All right, how's this going? How is your day going? يمكن أيضا نقوله how is life? How is life? يعني كيف هذه الحياة؟ أوكي كي داير مع الحياة؟ بحال هكا في الدارجة ديالنا كنقولوا كيف داير مع الحياة؟ أوكي how is life؟ life هي الحياة. How's هاد الاس كتنطق في الكلمة هنا. أوكي how's life؟ how's life؟ كيف هي الحياة؟ أوكي زعما كيف الحال؟ كيف حالك؟ دابا فاش كتلقى مع شي شخص وكتبغي تعرف الجديد الحياة ديالو يعني الابديت، اوكي شنو تقول له؟ يعني حنا كنقولوا في الدارجة يعني كاين شي جديد، هل من جديد؟ alright so say what's new. What's new؟ what's new؟ اوكي what's هنا هاد الاس هنايا راه كتنطق قبل داك الاس نطقناها قلنا how's z, ولكن هنا s, what's new. alright what's new هل من جديد؟ اي نقدر نقولو are you well. are you well هل انت بخير؟ are you well. alright are you well نقدر نسولو على الصحة ونقولو how is your health. how's your health. how is your health يعني كيف صحتك؟ اوكي how's your health سألو how's هنا كما تشوفوا how's your health. health هي هو الصحة، هي الصحة. اوكي your اوكي شي حاجة كتخصك انت. اوكي your stuff your health صحتك. alright how is your health ايضا على الموضوع ديال الصحة نقدر نقوله اوكي how are you feeling. how are you feeling. how are you feeling كيف تحس كيف تشعر؟ ربما شي شخص اوكي وانت عارف ان جاتو وعكة صحية ولا كيشتكي مشي بمو مشي الام ولا شي حاجة كتسولو how are you feeling اوكي كيف تحس كيف تشعر واش بخير؟ اوكي how are you feeling. alright feel هي الشعور. اوكي feeling شعور. دابا تلاقيتي مع واحد الصديق اوكي ولا شي واحد اوكي it's informal alright تقول له hey what's up bro. what's up what's up what's up زعما هادي it's informal يعني كتستعمل مع الأصدقاء مع okay so what's up what's up alright زعما كيف داير كيف الحال alright what's up bro. أيضا نقدرو نقولو are you okay are you okay are you alright are you okay are you alright alright هادو هل أنت بخير هل أنت على ما يرام. هذا كل ما لدينا اوكي نتمنى تستفدوا اوكي وحاولوا تطبقوا هذه المسائل هذه اوكي نعاود ما تقول هاو ار يو كاين صيغ اخرى وكيعنيو نفس الحاجه وكيكونوا عندهم واحد القيمه اكثر من داك هاو ار يو لان هاو ار يو اوكي كما قلت لكم يعني اصبحت ساذجه اوكي especially for native speakers الناس يعني المتكلمين الاصليين اوكي كيتسموا native speakers alright اذا حاولوا تستعملوا وحده من هادو اوكي كاين عبارات اخرى ولكن انا جبت لكم تقريبا اللي كتستعمل بزاف alright اذا نساو how are you alright دابا في المرحله هذه مزيان استعملوها اوكي how are you هل انت بخير كيف حالك ولكن حاولوا تطوروا الامر اوكي باش اللغه ديالكم كتبدل كتحسن اوكي Alright, so then thank you for watching and see you next time.